اضطرت السيدة خديجة للانتقال من مقرها القديم إلى مقر جديد في مساحة صغيرة، والسبب هو التراجع للنشاط الاقتصادي الذي كانت تزاوله في تعاونية النسيج والخياطة التقليدية، إضافة إلى عدم قدرتها على دفع الإيجار طيلة أيام الحجر الصحي منذ الإعلان عنه في مارس 2020. هو بالنسبة قبل الكوفيد كان عندنا محل اللي هو كيتوفر على مقر ديال التعاونية اللي هي كتنتج هادشي في المجال ديال الزربية والحلبال والخياطة التقليدية وكل ما كيتعلق بالقطاع ديال الصناعة التقليدية، ولكن مع الأسف من جهة الكوفيد هذا عرفنا واحد التراجع اللي هو كبير بزاف. لأول مرة خلال السنوات العشر الأخيرة تراجع النشاط الاقتصادي للنساء بشكل كبير، فمعدل نشاط النساء العام الماضي بلغ 19.9% مقابل 21.5% عام 2019، وهو ما جعل جمعيات المجتمع المدني يدقون ناقوس الخطر من أجل تجاوز تعميق الهوة في مجال العمل بين النساء والرجال والدعوة إلى وضع آليات قانونية لتشجيع النشاط الاقتصادي للنساء. ربما الجائحة ديال الكوفيد هي ذات تعمقات من هاد الفوارق والتفاوت في الولوج يعني لسوق الشغل بالنسبة للنساء والرجال. التراجع كاين بحكم حتى طبيعة النشاط الاقتصادي اللي كتواجد فيه النساء، يعني النساء كيتواجدوا في مهن اللي ربما تأثرت أكثر بالجائحة. تقريبا نص ديال النساء العاملات ما كيتوفروش على تغطية اجتماعية وصحية، واحد النسبة كبيرة ديال النساء كيشتغلوا بدون عقد عمل، واحد يعني ظروف الهشاشة وظروف كيعانيوا منها النساء بشكل كبير، واحد العدد ديال النساء لا يتوفرن على أي نظام التقاعد. أغلب النساء المتضررات هن من يعملن في قطاع السياحة والطيران والمصانع والقطاع الغير المهيكل، فجائحة كورونا عمقت الإشكالية وأثرت بشكل كبير على حياتهن الاجتماعية أيضا. بخلاف لما تتوقعه المندوبية السامية للتخطيط حول ارتفاع في النمو الاقتصادي الوطني إلى 5% مع نهاية عام 2021، إلا أن الواقع الذي فرضته جائحة كورونا أدى إلى فقدان آلاف فرص عمل، الأمر الذي يضع الحكومة أمام تحدي في توفير مليون منصب شغل، وذلك بحسب وعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أثناء الحملة الانتخابية لحزبه. إكرام الأزرق، قناة الغد، الرباط.